السلام عليكم. الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد. أنت خلقتم يا ربي وأنت عبيتم، كتبت علي مقدار الله هذا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا ربي يا أخوتي. الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين أخوتي، الله يرحم الوالدين. هذول النسات اللي كانوا عندي أخوتي، بقيت غريبة أخوتي، بقيت غريبة. ما نقد نخدم، ما نقدر ندم، ما نقد والو. الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير أخوتي، الله يجزيكم بخير. جابوا غرقوا بالماء، غرقوا في الجلسة. مشاو ثلاثة د البنيسات، هادو بناتي نهيلة ونادى أخوتي، نهيلة ونادى. الله يرحمهم وينعم عليهم يا ربي، تلاقيهم بالرحمة والغفران يا ربي. يا ربي يا ربي، لما تلحقنا موراهم مسلمين يا ربي يا ربي. وقلت غريقة في 4 متر، عود العميل تال تما، عود العميل أخوتي تال تما، وقال لك غادي الردمة، غادي نعود التراكت من العمالة والردمة. الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين ديالكم. هذا هو اللي قسم الله، ما عندي ما ندير. كنت أنا خدام، كنت أخوتي أنا خدام في زايو، عاد كي مشيت نهار 9 أيام عيطوا لي، البنيتات ميتين، البنيتات ميتين، والمرأة قالوا لي في السبيطار، قالوا لي في السبيطار أجي دغيا. خرجت ماتوا البنيتات مع الجوج، أنا عيطوا لي مع 4:30 أخوتي، 4:30 جيت لزايو، ما جبرتش المركوب، شديت لاكريمة ب 360 ريال، ركبت الناظور، ومن الناظور ركبت ب 50 درهم. اللهم لك الحمد. ملي جيت اخوتي 9:30 راني في ساكا، عيطت لي واحد المرأة تخاهم، قالت لي محمد، قلت لها نعم، قالت لي الله يصبرك على البنيتات ديالك مشاو، قلت لها الله يرحم الوالدين ديالك، قلت لها هذا اللي قسم الله. ما بكيت، ما طاحوا لي دموع، ما والو، صبرت عليهم مساكن. كندخل لهنا في 12 الليل، 12 الليل بايت جالس في القهوة، ساروت ما عنديش ديال الدار، وبايت جالس في القهوة يا خوتي. الصباح جيت للفريقو، أجبرت البنيتات تما بثلاثة مساكن، دخلت عندهم قالوا لي أخوتي خلينا حتى نغسلوهم ونكفنوهم ودخلوا تشوفوهم. الله يجزيكم بخير، والله يرحم الوالدين. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد. البنيته نهيلة هذه 14 سنة، وهذه مسكنا 12 سنة. الله يرحم الوالدين، هذا اللي قسم الله خوتي، هذا اللي قسم الله يا خوتي، باش نقطع بيا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. هذا اللي عطى الله خوتي، هذا اللي عطى الله. اللهم لك الحمد. يمهما خوتي البارح طلعت في لابيلانس، من هنا دخلت لابيلانس لهنا، طلعت مع 12، دخلتها طربوا لها واحد الإبرة ولقاو لها القوة. اللهم لك الحمد على سيدي ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ربي. خوتي ربي عطاهم، ربي عباهم، ما عندي ما ندير. هذا هو الأجال اللي وصل مليل كلنا ليها، لا بد أن نموت أخوتي. عمرهم ما مشاو للبنيسات ديالي تما، تاودت داك البنت، تاودت داك البنت، قالت لهم يلا نمشيو للجلسة الفلانية. مشاو ليلة، ما معاهم سوى الله اللي حاضر، سوى ربي اللي حاضر، سوى ربي اللي حاضر. بثلاثة مساكن نقزوا بالحوايجات اللي لابسين، الحوايج اللي لابسين أخوتي، صافي غرقوا بثلاثة. الناس عيطوا للبومبية، البومبية أخوتي تعطلت عليهم، البنيتة الصغيرة بقات لي بالروح، بقات بالروح أخوتي حتى للبلدية عاد ماتت. ما عتقوهاش، ما عتقوهاش أخوتي، ما عتقوهاش، كون عتقوا لي غير البنيتة الصغيرة تبقى لي ترحمني، تدخل عليا وتخرج عليا. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. قال لك عيينا نديروا معاه المجهود والو، قال لك عيينا نديروا المجهود والو. ولكن أخوتي اللي قسم الله حد بوحبل ذاك النهار بثلاثة، الله يرحمهم وينعم عليهم، الله يوليهم بالرحمة والغفران يا ربي. يا ربي اسمح لنا وغفر لنا، راه حنا كنطيحوا الدموع عليهم يا ربي، يا ربي.
اخوتي ما كنقدش نخدم دابا صافي كان الا خدمت المحل انتما تدخلوا تشوفوه المحل فيه انا كنت كنعصف على برا والبناتي والبنيتات ويماهم كينعسوا لداخل ما كاينش فين نتساواو اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد نطلبوا اخوتي يعتقونا المؤمنين يعتقونا اخوتي المؤمنين واخي غير ما حال اخوتي واخي غير ما حال نسخر فيه الى ما جات الممات الى ما جات الممات اخوتي الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يكون منكم والسلام عليكم.